نريد نرسمها بهالشكل هذا. لو فرضنا عندنا هاي الالفيولاي وهاي الكابيلاريز اللي تحيط بها، واضح؟ فهنا عندي موجود مثلا الاكسجين، وهنا موجود عندي السي او 2 بالبلط، فلازم يصير اكسشينج بهالطريقه، هذه يدخل وهذا بالطريقه هذه يطلع، هذا بالانهيليشن وهذا بالاكسليشن، فلازم يعبر هالمسافه هذه. هذه سميناها ريسبيراتوري ميمبرين. هذا متكون من شقد؟ متكون من 6 طبقات، متكون من 6 طبقات. الطبقه الاولى هسه هاي الالفيولاي، هذه هي الالفيولاي، نرسمها هنا مره ثانيه. لو فرضنا هذا الالفيولاي قلنا، وهذا الكابيلاري، هذا الكابيلاري وهاي الالفيولاي، هذا الريسبيراتوري ميمبرين. اول طبقه او اول متكون من 6 لايرز، 6. الطبقه الاولى هذه اللي هي شنو؟ الفلويد لايننج ذا الالفيولاي يسموه. شوف هسه قدامكم الرسم، هاي الالفيولاي وهذا الكابيلاري اللي يحيط بها. فاول طبقه هذه اللي هي شنو؟ هي الالفيولار فلويد، الالفيولار فلويد، هذا الفلويد لايننج ذا الالفيولاي، هاي الالفيولاي الحوصله الرئويه، اكو فلويد داير ما يدور، هي بطنها تماما، هذا الفلويد لايننج، بعدين راح نعرفش المهمه مالته. فاذا اول طبقه هي شنو؟ الفلويد لايننج ذا الالفيولاي، هذا طبعا يحتوي على سيرفس اكتيف ايجنت او يسموها سيرفكتنت، اللي هي جدا مهمه، دي كيب دي الالفيولاي اوبن. هاي بعدين ان شاء الله راح نشوفها. زين، الشغله الثانيه عشان يصير عندنا، او الطبقه الثانيه العفو، هي الالفيولار ابيثيليوم. طبعا هذا الالفيولار ابيثيليوم، هذا هي الالفيولاي الابيثيليوم مال الالفيولاي، هاي الطبقه الثانيه. زين، الطبقه الثالثه راح تصير عنده شنو في حاله؟ البيسمنت ميمبرين اوف ذا الالفيولاي ابيثيليوم. يعني اول طبقه هي هذه قلنا الالفيولار فلويد، الثانيه الابيثيليوم مال الالفيولاي، الثالثه البيزمنت مال الالفيولاي نفسها. هاي صار عدد الطبقات. الطبقه الرابعه راح يبدا الانترستيشال سبيس بين الالفيولاي وبين الكابيلاري، ثم الطبقه الخامسه اللي راح تجي البيزمنت ميمبرين مال الكابيلاري نفسه، اوكي، والطبقه الاخيره هي الكابيلاري اندوثيليال. واضح؟ الكابيلاري اندوثيليال. فاذا عندي 6 طبقات للريسبيراتوري ميمبرين. اول شيء الالفيولار فلويد لايننج الالفيولاي وذ سيرفكتد، الثانيه سنجل لاير اوف سكويموس ابيثيليوم، والثالثه البيسمنت ميمبرين مال الالفيولار ابيثيليوم، والرابعه اللي هي عندنا العفو الانترستيشال سبيس، ومن ثم البيسمنت ميمبرين، ومن ثم السكويموس كابيلاري اندوثيليال. هذه 6 طبقات هي تمثل لي شنو؟ الريسبيراتوري ميمبرين. فيصير الديفيوجن اكروس ذس ريسبيراتوري ميمبرين. زين، هسه بالنسبه للريسبيراتوري موصل، قلنا احنا عندي عمليتين، هي الانسبيريشن والاكسبيريشن. الانسبيريشن هي عمليه الشهيق اللي تكون اكتف بروسس، اكتف بمعنى تحتاج مصل كونتراكشن، وايد الاكسبيريشن هي باسيف، نيد نو مصل كونتراكشن، ما يحتاج لها اي مصل كونتراكشن. فذني هسه عندنا لما تكون الانسبيريشن اكتف بروسس يعني تحتاج مصل كونتراكشن، من هي المصل كونتراكتد مات باستي؟ اول مصل هي الدايفرام اللي هو الحجاب العاجز، والثاني مصل هي الاكسترنال انتركوستال مصل يسموها انسبيراتوري مصل، والثالثة انترنال انتركوستال مصل معناه يسموها اكسبيراتوري مصل، والرابعة الانتيرير ابدومينال وول. الدايفرام واضح هو الحجاب الحاجز وهذا مفهوم. الاكسترنال انتركوستال مصل هي العضلات اللي انتركوستال معناها بين الاضلاع، العضلات اللي بين الاضلاع هاي اكسترنال، يعني هسه الاضلاع لو فرضنا بها شكل تصير، فاكو عضلات هنا خارجية بين الاضلاع، هاي يسموها اكسترنال انتركوستال مصل، هاي مسؤولة عن عملية الانسبيريشن. وايل بالداخل ايضا من الداخل اكو عضلات اخرى يسموها انترنال انتركوستال مصل، هاي مسؤولة عن الاكسبيريشن، وايضا الانتيرير ابدومينال وول اللي هي العضلات من النوع الرابع. اوكي، يقول هسه الموفمنت اوف دايفرام، الاساس العضلة هي الدايفرام، مسؤولة عن حوالي 75% من الاكسشينج اوف انتراثوراسيك بريشر ديورينج ذا كوايت انسبيريشن. اوكي، فاذا اهم مصل ريسبونسبل فور ذا ريسبيريشن هي الدايفرام، مسؤول عن حوالي 75% of the change of the intrathoracic pressure. Okay. Now let's talking about the pleura. بس نتكلم كلمتين عن البليورا وإن شاء الله كمل الموضوع. البليورا يقول the lung is enclosed with a double walled sac referred to pleura. فإذا البليورا شنو هو؟ هو double walled sac، يعني شو نقول الكيس اللي هو double walled ب يعني شلون تقول طبقتين، اللي هو يحيط باللانج، يحيط باللانج. هذا متكون من طبقتين قلنا، الطبقة الأولى يسموها الفيزرال بيليورا، والطبقة الثانية يسموها الباريتال أو البارايتال بيليورا. regarding the visceral بيليورا هي الميمبرين adhere to the external surface of the lung. يعني لو فرضنا هسا اللانج بهالشكل، هذا اللي يحيط باللانج من الخارج مالتها نسميه الفيزرال. اللانج موجود داخل الثوراسيك كافيتي، بينما الطبقة اللي هي lining the thoracic cavity نسميها بالبارايتال.
فإذا الفيزرا هو اللي يحيط باللنج نفسه، والبارايتر هو اللي يبطن التوراسيك كافيتي. ما بينهما هذاك هنا عند سبيس، هذا نسميه انتراتوراسيك سبيس، أو نسميه البليورال، عفوا نسميه البليورال سبيس. هذا فوت وذا فلويد، هذا الفلويد الغاية من عنده على يقلل الفريكشن، لأن اللانك هي في حركة مستمرة، فعلى مود يقلل الفريكشن هذا الفلويد موجود بين من؟ بين الفيزرال وبين البارايتال أو بارايتال بليورال. واضح؟ فإذا عندنا دبل وول ساك يسمينا البليورا، الفيزرال والبارايتال. الفيزرال هو اللي هو الاكسترنال سيرفيس من اللانك، بينما البارايتال هو لاين ذا وول اوف ذا ثوراسيك كافيتي، والسبيس بيناتهم مليان وذ البليورا الفلويد. شنو فايدته؟ لوبريكيت تو ريديوس ذا فريكشن. واضح؟ زين، هذا الفلويد طبعا كلش مهم، هذا الفلويد الموجود هنا، الفلويد الموجود بين البارايتال والفيزرال بليورا كلش مهم، بلاي ان امبورتنت رول بيمن بالمينتينينج ذا لانج انفليشن. انفليشن معناها نفخ منفوخه، إذن يحافظ لي على اللانج منفوخة. شلون؟ اللانج نفسه بحد ذاته، نفسه بحد ذاته اللانج الستركتشر مالته، الاناتومي مالته يقول بيها سموث مصل. سموث مصل so it tend to collapse the lung. يعني شنو؟ يعني هذا سموث مصل الموجودة داخل اللانج دائما تحاول to collapse to shrink the lung، يعني تحاول تلم اللانج المن للداخل. من يعاكس لهاي القوة؟ هاي يعاكس لها بواسطة هاي الفلويد الموجود هنا، يعني اكو adherent بين من؟ بين الفلويد بين الفيزرال وبين البارايتال. ها اكو هنا سيرفكتنت او سيرفس اكتيف ايجنت تحاول تجذب بعضها مع بعض وعليه تفتح اللانج وتعاكس الاوبوزيت دي يسموها الكولابس تندنسي اوف ذا لانج. واضح؟ فاذا الكولابس تندنسي اوف ذا لانج من جايه؟ جايه من السموث مصر اللي بيها. من يعاكسها؟ يعاكسها السيرفس اكتيف ايجنت او العفو السيرفس ستيشن الموجود هنا اللي هو بين من؟ بين المولكيول مال الفلويد الموجود بالبليورا. واضح؟ فاذا شو يقول؟ the fluid play role in the lung inflation. هاي surface tension بين هاي المولكيول شو راح يسوي؟ keep the two layers adhered to each other، وعليه راح اللانج شبيها تبقى contact with the thoracic wall. واضح؟ وتبقى دائما inflated. واضح؟ فاذا هي شو راح يصير؟ opposite the tendency of the lung to collapse. جيد، هسا بالنسبة للميكانيزم of ventilation، الانسبيريشن مثل ما قلنا هي عباره عن اكتيف بروسيس، يعني شنو نيد مصل كونتراكشن. من هنا المصل اللي قلنا الدايفرام والاكسترنال انتركوستال مصل وجماعتها. فاذا اكثر شيء هو الدايفرام والاكسترنال انتركوستال مصل. زين، هذه لما هذا قلنا هنا عفوا نرسم هذه الكوستال اللي هي الاضلاع، اكو اكسترنال انتركوستال مصل هذه الموجوده. هاي وين كونتراكتد؟ لما تراح تخلص راح يصير ات ويل بول ذا ريبس الاضلاع وين؟ upward and outward، يعني ترفعها لفوق وترفعها للجانب. الدايفرام صاير بهالشكل dumb like shape. بالكونتراكشن ما ايش راح يصير؟ ينزل لي جوا ويصير بهالشكل هذا. واضح؟ فايش راح يصير؟ الانتراثوراسيك بريشر راح شنو يقل، بمعنى شنو؟ يعني الثوراسيك كافيتي راح يزداد. واضح؟ اذا هذا لما صاير بهالشكل كونتراكتد راح يتحول الى هذا الشكل، فالانتراثوراسيك بريشر داخل هذه بمعنى الثوراسيك فوليوم شبي راح يزداد، فالانتراثوراسيك بريشر هنا شبي راح يقل، فراح يدخل لي الاير منين؟ من الخارج. واضح؟ فاذا شو يصير عندنا؟ شو يقول؟ اذا contraction of the external intercostal muscle would raise the chest wall upward and outward. اوكي، والدايفرام شو راح يسوي لي؟ move downward. فاذا compress the abdominal content، فإذا contraction ما هي المصل اللارج ذا ثوراسيك كافيتي، وعليه راح يصير عندي سب اتموسفيريك بريشر بالالفيلاي، فراح يطب لي الاير من الاوتسايد. هذه بالنسبه لنا قلنا شنو؟ هاي تكون اكتيف بروسيس فنيد مصل contraction. طبعا اما الدايفرام او الاكسترنال انتركوستال مصل هذا بالنورمال كوايت ريسبيريشن بالحاله الاعتياديه واحد معتن كلش كافي، بالحاله الاعتياديه واحد معتن كلش كافي، لكن بالاكسرسايز بالاسمه لا، نحتاج كل هذول يشتغل على مود تصير عمليه الانسبيريشن، لكن بالكوايت واحد معتن كلش كافي، واكثر شيء هو الدايفرام بدي يستخدم. بينما الاكسبيريشن قلنا هي باسيف بروسس، هاي العضله الكونتراكتد بس مجرد ترجع ريلاكسيشن صارت عمليه الاكسبيريشن، يعني رجعت الى موقعها الطبيعي، دفعت هاي اللي برا، هذا اللي صار به ريلاكسيشن، رجع هذا الى موقعه الطبيعي، زاد الضغط هنا فراح يدفع الهواء الى الخارج. فالاكسبيريشن هي باسيف بروسس. واضح؟ زين، قلنا with relaxation of the inspirant هذا الموضوع. اوكي جيد. زين، هسا لو نشوف، اعتقد نتوقف لحد هنا لان الوقت مضى علينا، نتوقف لحد هنا ان شاء الله ونستكمل وياكم بالموضوع.